زفت مصادر تربوية بشرى قرب صرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الهيئتين التعليمية والإدارية في وزارة التربية البالغ عددهم قرابة 80,000 ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق. وأكدت المصادر أن العمل جار حاليا على قدم وساق في القطاع الإداري لإنهاء ومراجعة كشوف المستحقين، لافتة إلى أن القطاع يعمل حاليا وسيواصل العمل اليوم الجمعة وغدا السبت بكامل طاقته لإنجاز سحب أسماء المستحقين من برنامج النظم المتكاملة على أبعد تقدير الاثنين المقبل، تمهيدا لإرسال الكشوف الخاصة بكل منطقة تعليمية لمراجعة حالة الانقطاع عن العمل والعقوبات إن وجدت لاستبعادها من الكشوف. وقالت إن البنود المتعلقة باستحقاق المكافأة تم التدقيق عليها وشملت أيام العمل وتقييم الكفاءة والمسمى والدرجة الوظيفية، وتبقى فقط الانقطاعات والعقوبات التي سيتم تدقيقها بالمناطق التعليمية، لافتة إلى أن هذه العملية تستغرق لدى المناطق التعليمية في المتوسط من 3 إلى 4 أيام عمل، تعود بعدها الكشوف مرة أخرى إلى الوزارة في القطاع المالي تمهيدا للصرف المرجح أن يكون في الأسبوع الأخير من سبتمبر المقبل. وأوضحت المصادر أن وزارة التربية اعتمدت ميزانية بقيمة 50 مليون دينار لمكافأة الأعمال الممتازة للسنة المالية 2018-2019، ومن المرجح أن يصرف منها 39 إلى 44 مليون دينار كاستحقاق مكافأة لقرابة 80,000 موظف، فيما سيصرف من المبلغ المتبقي للحالات التي سيقضى بأحقيتها في الصرف حال رفع التظلمات نتيجة عدم إدراج أسمائهم ضمن الكشوف رغم استحقاقهم للمكافأة. من جهته قال الوكيل المالي في وزارة التربية يوسف النجار إن تحويل مكافأة الأعمال الممتازة إلى البنك المركزي سيتم خلال أسبوع من تسلم القطاع المالي لكشوف الأسماء المستحقة. وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي قد أصدر قرارا وزاريا بتحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة التي تشمل مضي 2 على تعيين الموظف داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة، وأن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق، وأن لا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق ما لم يتم محوها وفقا لأحكام القانون ونظام الخدمة المدنية أو تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي. ويشترط كذلك ألا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن 180 يوم عمل فعليا بالنسبة للعاملين الإداريين بديوان عام الوزارات والقطاعات التابعة لها والإدارات المركزية والإدارات العامة.